أهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم الكهربائيات والإلكترونيات. سوف نتكلم في هذا الدرس عن ما يسمى Logic Gates أو البوابات المنطقية، وهي ما أقوم باستخدامه وتوظيفه في الدارات الإلكترونية من أجل القيام بتعيين الخرج نسبة لدخل محدد أقوم بتوظيفه. وفعليا أستطيع القيام بالCombination والقيام بالدمج بين هذه الدارات بمختلف الأشكال ومختلف الطرق كما سوف نرى. فنرى أنماطها وأنواعها المختلفة، وكل منها يحوي على ما يسمى Truth Table، جدول الحقيقة الذي من خلاله نقوم بتعيين الدخل وعلى أساسه نحصل على الخرج. فمثلا إذا قمنا الاطلاع على جداول الحقيقة الخاصة بهذه البوابات، فنرى مثلا نسبة لهذه الصور لدينا بوابة الآن or not، وعكس الآن هي نان، وعكس الأور هي نور. ولدينا أيضا exclusive nor أو الاختصار x nor، وأيضا exclusive or والاختصار x or. فنرى هنا مثلا إذا كان لدينا دخل واحد، فجدول الحقيقة مكون من خانتان، إما صفر وإما واحد. وإذا كان لدينا دخلان كما هنا في البقية، فلدينا فعليا أربع حالات، إما صفر صفر، إما واحد صفر، إما صفر واحد، وإما واحد واحد. فمثلا بالنسبة للنار هي بديهية تعني النفي، فإذا كانت صفر أحصل على الواحد، وإذا كانت واحد أحصل على الصفر. وبالنسبة للآن هي أن أحصل على الواحد، وذلك في حالة واحدة أن يكون الدخلان هنا يعبر عن قيمة واحد أو قيمة true كما نرى هنا في الحالة الأخيرة. أما بقية الحالات فهي أصفار. وبالنسبة هنا للنان هي عكس الآن، يعني ذلك أن أحصل على واحد في جميع الحالات باستثناء الحالة الأخيرة أن يكون الدخلان واحد واحد، وأحصل بالتالي على صفر أو false. الأور هي عكس الآن ولكن من ناحية الدخل، بمعنى أنه أحصل على true في جميع الحالات باستثناء أن يكون لدينا دخلان صفر صفر، فبالتالي أحصل على صفر. والنور هي عكسها. أما بالنسبة للإكس أور فهي أن أحصل على واحد إذا كان الدخلان مختلفان، صفر واحد أحصل على واحد، واحد صفر أحصل على واحد. أما إذا كان صفران أحصل على صفر، وإذا كان واحدا أحصل على صفر. وبالنسبة للإكسكلوسيف نور أو إكس نور فهي عكسها، إذا كانا متحدان نحصل على ترو أو الواحد، وإذا كانا مختلفان نحصل على صفر. فمثلا إذا أردنا القيام بالاستعلام بطريقة عملية وأردنا القيام بالحصول على هذه البوابات، سوف أقوم بالاستعانة بهذا الموقع الخاص بجامعة ستانفورد والذي سوف أقوم بوضعه في مربع الوصف. فنرى هنا كيف نستطيع القيام بالتعبير عن مختلف هذه الفورمولاز وهذه المعادلات نسبة إلى هذه المتحولات وهذه الرموز. فمثلا إذا قلنا قم بالاستعلام على المتحول هو A، فيقوم بإعطائي دخل واحد خرج واحد، إذا كان فولس فالخرج فولس، إذا كان ترو فالخرج ترو، هي منطقية. فهنا إذا قلنا بإضافة بعض المتحولات فقلنا مثلا أم هكذا مثلا بي، فنرى كيف أصبح لدينا أربع حالات، إذا كان فولس فولس فنتيجة فولس أو صفر، إذا كانت فولس ترو فولس، إذا كانت ترو فولس فولس. الحالة الوحيدة التي أحصل بها على ترو هي أن يكون الدخلان واحد أو ترو كما هو موضح هنا. وأستطيع القيام بالتعبير عن هذه بمختلف الطرق، مثلا أن هكذا، أو مثلا هذه الأقواس بهذا الشكل. تمام، فلنقل مثلا أنه لدينا بوابة أن بثلاث متحولات هكذا، يعني ذلك أنه لدينا كما هو موضح false 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 إلى true true true، والحال الوحيدة التي نحصل بها على واحد أو true هي الحال النهائية التي عندها الجميع هو true بهذا الشكل. ممتاز. إذا قلنا مثلا بالانتقال لبوابة أخرى فقلنا or b، الجميع true باستثناء الحالة الوحيدة هي صفر صفر أو false false، أحصل على false. تمام. إذا قلنا قم هنا بالتعامل مع نفي هذا الدخل إما نقوم باستخدام مادة هكذا، فنرى false أصبح true والtrue أصبح false، وأقوم باستخدام exclamation mark هكذا ونقول مثلا not، جميعها يعمل. ونرى هنا هذه الإشارة المعبرة عن النفي، فهذه تعبر عن بوابة النوت. إذا قلنا مثلا A and B هكذا وقلنا هنا نفي، فحصلنا بالتالي على نان. إذا قلنا هكذا فحصلنا بالتالي على نور. تمام، فأستطيع القيام بكتابتها بمختلف الطرق ومختلف الأشكال. بالنسبة للآن نان أو هكذا، بالنسبة للأور نور، أو مثلا أستطيع القيام بالتعبير وذلك بالإسناد. فإذا قلنا
A تؤدي إلى B، فهذه بوابة أيضا نحصل بالتالي على جميع النتائج true، باستثناء حالة واحدة هي أن يكون الافتراضات سليمة true بينما الخارج false، تمام؟ كما هو موضح هنا. فبالتالي هذه الحالة مرفوضة false، وما تبقى هي حالات صحيحة، بمعنى إذا كانت المقدمات خاطئة فالنتيجة خاطئة، صحيح. إذا كانت المقدمات خاطئة قد نحصل على نتيجة صحيحة true. إذا كانت المقدمة صحيحة فليس مقبول أن نحصل على نتيجة خاطئة هي false. إذا كانت المقدمات صحيحة وحصلنا على نتائج صحيحة فهذا مقبول بهذا الشكل، ونستطيع القيام بالتعبير بمختلف الطرق ومختلف الأشكال. هذه عينة على البوابات التي نستطيع القيام باستخدامها، ولدينا هنا أمثلة عملية عن كيفية القيام بتطبيقها، وسوف نرى بعض الأمثلة أيضا باستخدام السيموليتر والتعامل مع الدارات الإلكترونية. فإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم، وألقاكم في الدرس القادم. سلام.